تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج مثل ما عودناكم مستمعين نستقبل آراءكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي على وجه الخصوص ودولة الإمارات العربية المتحدة. إذن هي قناة للتواصل معاكم من ضمن قنوات هيئة الصحة بدبي، اللي يعني حابين يتعرفون عليها ممكن من خلال حسابات الهيئة في عبر التواصل الاجتماعي تحصلونه. أتذكر وبذكر منهن تويتر وإنستغرام لأنهم أكثر يعني قناتين ممكن يكون في تواصل للملاحظات إذا عندكم أي شيء، اللي هو DHA من دبي هيلث أثوريتي، DHA أندرسكور دبي. هذه حساباتنا، يعني تابعوهن فيهن آخر الأخبار خاصة بهيئة الصحة بدبي. طيب، هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي، وأيضا أرحب بفريق العمل معنا في إعداد هذه الحلقة. نور نزال في التنسيق معنا، ميرا المري صباح الخير، واعية أمورك طيبة، وعيسى في رقاد كان يصلي قيام الليل الله يثبت إن شاء الله. طيب، نبتدي بدراستنا. تقول أن استنتج الأطباء أن أخطر المواد الغذائية للحوامل هي رقائق البطاطا والمايونيز والزيوت والأطعمة المحتوية على نسب عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة، لأنها قد تسبب الإجهاض. يعني الشيبس، البطاط، رقائق البطاطا. الباحثون اكتشفوا من طبعا الباحثين كانوا من جامعة غريفيث الأسترالية، اكتشفوا كيف يؤثر حمض الليلونيليك أحد الأحماض الدهنية غير المشبعة بأوميغا 6 في الصحة. فقد بينت نتائج التجارب التي أجروها على إناث الجرذان التي كانت تطعم بمواد غذائية تحتوي على أحماض دهنية نسبتها 5 أضعاف ما تحتويه الأطعمة العادية. بعد ذلك سمحوا للذكور العيش مع هذه الإناث، وبدأوا يراقبون تطور الأجنة والتغيرات الحاصلة على الحالة الصحية للإناث. فاتضح للباحثين من هذه المتابعة عدم وجود أي تغيرات في وزن الأجنة وسرعة نموها، ولكن في الوقت نفسه ازداد في جسم الأمهات تركيز الهرمون الذي يسبب الإجهاض، كما أن هذا النظام الغذائي أسفر عن انخفاض نسبة الذكور في الأجنة بمقدار 16%. طيب، استنتج الباحثون من ذلك أن المواد الغذائية المحتوية على نسبة عالية من حمض الليلولينيك وغيره من الدهون غير المشبعة تشكل خطورة على حياة المرأة الحامل. هذا الحمض موجود في الزيوت النباتية والحيوانية وفي رقائق البطاطا والمايونيز مثل ما ذكرنا. ويقول داني سكيلي من جامعة غريفيث الأسترالية في مقال نشرته مجلة Journal of the Physiology، من المهم للغاية أن تتبع الحوامل نظامهن الغذائي بصرامة. لقد أظهرنا مرة أخرى أن الإفراط في تناول أنواع معينة من المواد الغذائية يمكن أن يؤثر سلبا على نمو الجنين وصحته وحياته. طيب،
هذه تقودنا لمسائل مهمة، لأن بأمانة يعني صحة الجنين بشكل كبير هي مرتبطة بالأم أثناء الحمل حتى ما قبل الحمل. هنالك يعني في بعض الإرشادات وبعض الأمور التي يجب عليها أن تتبعها كذلك حتى ما قبل الحمل وأثناء الحمل. أول ما تبتدي الحمل في إجراءات، في أشياء لازم تسويها. يعني دوم أنا أذكر هاي الشغلة، يمكن حتى ميرا بعد تضايق يوم أقول لهم أنا هاي الصورة اللي شو اسمها اللي ماخذ بطولة السلة وهي ما شاء الله حامل. زين، وعندنا ما بقول وين، زي كلكم تعرفون وين، الشهر الأول منسدحة على السرير ما تبغى تتحرك تعبانة، ما يستوي كذا يستوي. تقول مو بكلهم ميرة يعني. طيب، الرضاعة يعني الطبيعية بعد وايد مهمة، لأن تقي الأمهات من خطر أمراض القلب. هذه دراسة يونانية توه مسوينها، يعني تقول أن الرضاعة الطبيعية تقي الأمهات من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومتى؟ في وقت لاحق من العمر. الدراسة سواها في جامعة أثينا، عرضوا نتائجها في المؤتمر الطبي للغدد الصماء في مدينة ليون 2019. أوضح الباحثون أن الدراسات السابقة أثبتت أن الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر اكتئاب ما بعد الولادة وخطر الإصابة ببعض أنواع السرطان لدى النساء. أضافوا أن الرضاعة الطبيعية يمكن أن تساعد الأمهات أيضا في الحفاظ على وزن صحي في الجسم وتنظم نسبة السكر في الدم لديهم. أيضا يقول فريق البحث أن هذه النتائج يعني تقدم أدلة إضافية على الفوائد الصحية الطويلة الأجل للرضاعة الطبيعية، وأنه ينبغي تشجيع النساء على القيام بذلك متى أمكنهم ذلك. يعني وهذه الأمور نحن نذكرها لأن نبغي جيل صحي، نبغي عيالنا يطلعون يعني صحيين على الأقل. يعني منقول مثلا الأول يمكن نحن ما كانت عندنا هذه التوعية الكافية، ما كانت عندنا الثقافة الصحية اللازمة، ولكن بعد مع ذلك يعني كنا نتحرك وكنا نسير، وهذا كان يعني معدل تحركنا عالي. ففي حتى تحصل إذا واحد كان شوية متين ولا هذا تحصله في الملعب يركض يعني يلعب كورة، لو يوقف حارس يعني، لكن يلعب يتحرك. الحين لا، كلهم قابضين الايباد، قابضين التلفونات في ايديهم، قابضين هاي الالواح الذكيه. وحتى يوم تجلس صغاري على الغداء ولا على الحين على الفطور ولا على السحور، مشغل التلفون حاطنه قدامه. خافوا والله يا جماعه الخير، مو بلهالدرجه يعني. نطلع فاصل، بعد الفاصل ان شاء الله ما نتواصل. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي قدم لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. ما شاء الله إذاعة نور دبي يعني في رمضان حتى لها برامج متعددة فيها ومتنوعة. فلما نقول إذاعة متميزة لأن بالفعل هي إذاعة متميزة. عموما مستمعينا، نحن الحين في فقرتنا التغذوية، معانا عبر الهاتف أختنا حصة أحمد، أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير أستاذة حصة. صباح
صبحك الله بالنور أخوي محمود ومستمعينا الكرام. يا هلا، نحن بنذكر بأرقام التواصل معانا، اللي عنده أي استفسار أو أي شيء، حتى بعد في مواضيع التغذية بشكل عام، ما دام حصة معانا على الخط إن شاء الله نحن ما نتواصل معاكم. عموما 600551414 هذا للاتصال، والرسائل نصية على 4006. طيب أستاذ حصة، اليوم موضوعنا يمكن وايدين ما يديرون بالهم عليه، او انه ما بعارفين انه في انواع من الحليب موجوده في السوق. هذه الانواع في انواع منها حيوانيه، في نباتيه، في يعني تفاصيل كثيره. فانا بغيت يعني تعطينا فكره عن موضوع اليوم. طبعا الحين هالفترة وايد نسمع الترند اللي يقول لك عن يتكلم الحليب عن النباتي. الحليب النباتي والحليب الحيواني ضار ومضار. خلينا نحن أول شيء نبدأ بالحليب البقري نفسه، الحليب اللي نحن كنا نعرفه من آلاف السنين قبل ما تطلع هالموضة الجديدة. زين، الحليب هو طبعا نحن نفس ما نعرف أنه هو يعتبر من المجموعات الأساسية اللي توفر لنا الطاقة خلال اليوم والدهون والبروتينات اللي لازمة لنا. ونفس ما تعرف أخوي محمود، من يوم نحن صغار علمونا شو أن الحليب فيه شو الكالسيوم، صح؟ فهو يعتبر المصدر الأساسي للكالسيوم للأطفال وللنساء وللرجال، للناس الجميع. بس في ناس لاحظوا أن منهم يشربون حليب بطنهم مثلا يعورهم، ولا تسوي لهم اضطرابات في المعدة، يسبب لهم انتفاخ كذا كذا. فهالشيء في ناس ممكن تتحسس من مادة اسمها اللاكتوز اللي هو السكر اللي موجود في الحليب. من هني بدأت النقطة، أنه والله كل الناس قاموا يقولوا والله نحن عندنا حساسية في الحليب. في ناس قالوا أن نحن ما نتحمل الحليب. ليش؟ في فرق بين حساسية الحليب وبين أن يوم الشخص عنده حساسية، مو بحساسية، هو نحن نسميه intolerance من اللاكتوز، يعني هو مش قادر يهضم هالمادة اللي موجودة في الحليب. اوكي، الناس اللي فيهم حساسية الحليب هاي تكون شديدة، يعني حتى لو مثلا بالغلط هو مثلا شرب بس يعني شفطة صغيرة من الحليب، هني تطلع له الأعراض مثلا السكن راش، اضطرابات في الهضم وإلى آخره. أما اللي فيهم لاكتوز انتولرانس، هني هم ممكن إنهم يشربون الحليب لكن بكمية أقل. وحين عندنا في الماركت أنواع جديدة من الحليب، نفس مثلا حليب اللوز، حليب جوز الهند، حليب الشوفان، أو حتى حليب البقر بس يكون لاكتوز فري. حليب البقر تقريبا يحتوي على 150 سعرة حرارية، هذا اللي يكون كامل الدسم. أما قليل الدسم فيكون تقريبا 80 إلى 100 سعرات حرارية. وتختلف طبعا نسبة الكربوهيدرات والبروتين فيها، تكون نفس الشيء بس الفرق يكون في كمية الدهون. زين، الحين يوم الناس قالوا إنه لا والله في أنواع ثانية من الحليب فيها مثلا دهون أقل وممكن تكون صحية أكثر من حليب البقر، نفس مثلا حليب شوفان ال مثلا. هي في حليب الشوفان. حليب الشوفان تقريبا ما يحتوي على أي دهون، في كمية يعني جيدة من السعرات الحرارية تقريبا ما يعادل 100 أو إلى 120 سعرة حرارية. كمية البروتين بعد فيه جيدة، وكمية الدهون فيه بعد ممتازة. بس مثلا عندك أنواع ثانية من الحليب، مثلا حليب الأرز، بعد كمية السعرات الحرارية اللي موجودة فيه تقريبا تعادل السعرات الحرارية اللي موجودة في حليب البقر، ولكن كمية الدهون فيه تكون أقل وتقريبا معدوم في البروتين. عندنا بعد أنواع ثانية نفس حليب الصويا، طبعا هو يصنع من فول الصويا، فاللي فيهم حساسية من هذا النوع من الفول ما يقدر يعني ياخذ هالحليب. تقريبا كل كوب يحتوي على 80 سعرة حرارية، يعتبر مصدر جيد للبروتين وفي كمية عالية من الدهون، في تقريبا 4 جرام من الدهون. ولكن نحن يعني هالدهون مش انها ضارة، تكون دهون نافعة. في ناس تقارن عندك حليب مثلا جوز الهند بحليب البقر، والله تقول ان في سعرات حرارية اقل. صح، حليب جوز الهند فيه سعرات حرارية أقل مقارنة تقريبا كل الأنواع النباتية والحيوانية، تكون أقل تقريبا في 50 سعرة حرارية. نسبة الكربوهيدرات فيه بعد تعتبر قليلة. نسبة الدهون في حليب جوز الهند عالية وهي دهون مشبعة ولكن من مصدر نباتي. أوكي،
حليب جوز الهند بعد نفس الشيء، ما يحتوي على أي نوع من البروتين. لازم نذكر نقطة مهمة محمود في عند الحليب النباتي، إنه هو في بعض مثلا أنواع الكالسيوم والفيتامين دي، في بعض الفيتامينات ما تكون موجودة فيه لكن تكون موجودة في حليب البقر. فشو يسوون وهم يصنعون هذا الحليب؟ يتم إضافته بعدين. وفي دراسات بينت إن الكالسيوم والفيتامين اللي موجود في حليب البقر اللي يكون اوريدي طبيعي يكون اسهل للهضم مقارنه بالكالسيوم المضاف في الحليب النباتي. نباتي. ايه نعم، بس طبعا هاي البدائل النباتيه تكون حق الاشخاص اللي فيهم مثلا حساسيه في اللاكتوز، حساسيه من بعض مثلا البروتين اللي موجود في الحليب او ما شابه. بس نحن ما ننصحكم انكم تبتعدون نهائيا عن حليب البقر، لان في ناس الحين قامت تقول والله الدهون المشبعه اللي موجوده في حليب البقر ممكن انها تسبب لك ضغط وامراض في القلب وغير مشابه. هالشيء صح ان الدهون المشبعه تسبب هذه الاشياء، ولكن بكميه كبيره. يعني اذا انا استهلكت لتر من الحليب في اليوم وهذا مستحيل. طيب ف الحين انا خلصنا شو اسمه الحليب النباتي صح؟ ايه اوكي، انا بصير وياك الحين على الحليب ان صح التعبير الحيواني. الحين انت كل اللي تكلمنا فيه عن حليب البقر، ولكن في عندنا حليب الماعز، عندنا حليب الغنم، حليب البوش، وايد يعني، حتى الجاموس بعد في كانوا يسوون منه جيمر، اتذكر جيمر العراقي هذا يجي من حليب الجاموس. صح. شوف محمود، نحن نتكلم عن حليب البقر تقريبا هي السعرات الحرارية والدهون الموجودة فيه تقريبا تكون مشابهة في كل الحليب الحيواني. اوكي الفرق يكون في الفيتامينات في الكمية، بس هي تقريبا تكون كلها مشابهة. مثلا في دراسات الحين تقول لك أن مثلا حليب الماعز ممكن أن يكون أفضل وأشبه لحليب الأم مثلا حق الرضع. صح فكل واحد يشوف اللي يناسبه، لكن تقريبا السعرات الحرارية والفوائد كلها تكون تقريبا متشابهة. الطعم يختلف طبعا بكمية كبيرة. و أيش حليب البوش مالح شوية، في ملوحة أكثر من حليب البقر وحليب شو اسمه الغنم. الصراحة عن نفسي أنا ما جربت. انزين، موجود في السوق الحين. انا من الناس اللي افضل حليب البقر، والحين قمت استخدم، صح قمت اشرب شويه حليب نباتي، لان صراحه انا يعني عندي حساسيه بالحليب البقر فما اقدر اشربه. يعني حتى لو انه كمية عالية. شوي، حتى لو شويه على طول ياثر علي. فالحين قمت اجرب البدائل الثانيه، ولكن بعد اللي احنا لازم نركز محمود على الاضافات اللي يضيفونها في الحليب النباتي. في منهم يضيفون له مثلا سكر، محليات، فهالاشياء تزيد السعرات الحراريه اللي فيها. كيف زين انا انتبه حق هذه الاشياء في السوق؟ يعني شو اللي لازم انتبه له لما باخذ الحليب مثلا، سواء كان حيواني ولا نباتي؟ هي اول شيء فيها النيوتريشن فاكت اللي هي البطاقه الغذائيه، تكون موجوده خلف العلبه. لازم نحن نقراها دائما، مو بس حق الحليب، حق كل شيء نحن نشتري. يعني ها وايد مهم بنحصل فيه معلومات عن الدهون المشبعة في هذا الحليب، كمية السكر، وحتى مثلا عندك قائمة المكونات. فلنفرض أن أنا أبغى أشتري مثلا، أنا الحين فيني حساسية في البقر، أبغى أشرب كوفي. خاطري كوفي، صرت الجمعية. الكوفي فيه طبعا يبيعون لك الحين، في مثلا يقول لك كوفي وذ المند ميلك، كوفي وذ كوكونات ميلك، وكوفي وذ اوت ميلك، وات ايفر. اذا انا الحين اذا باخذ هالشيء، اول شيء بشوف قائمه المكونات. اذا اول مكون كان مثلا سكر او ماي او حليب او كوفي، نحن لازم نعرف ان اول مكون في هاي القائمه هي اعلى مكون في هالمنتج. يعني اكثر شيء موجود في هذا المنتج مثلا ماي، اذا كان اول منتج ماي مكتوب فيه. اوكي ولازم بعد نشوف اللي هي البرسنت ديلي فاليو، اللي هي بتكون موجودة بالنسبة المئوية. مثلا إذا كان عندي مكتوب أن فيتامين دي في 50%
دي في اللي هي القيمة اليومية، يعني هذا الحليب يعطيني 50% من احتياجاتي للفيتامين دي خلال اليوم كامل. ممتاز. تقريبا الفرد يعني الطبيعي اللي ما في أي نقص فيتامين دي محتاج 1000 انترناشنال يونت اللي هي قيمة دولية احتاجها في اليوم للفيتامين دي. زي الحين الكرك كيف بيسوونه هذا الحليب نباتي؟ ما يستوي. اوه هذا الكرك عليه قصة ثانية الحين. ايه خبريني، لان هذا يدمر المعدة بشكل مو طبيعي. الكرك نفس ما نحن نعرف انه شو اصلا المكون الاساسي في الشاي والحليب، الحليب اي حليب المكثف صح اللي هو الكوندنسد. زين هذا الحليب يحتوي على كمية معروف عالية يعني، ما ابغى اقول اسم الماركة بس. عالية من الدهون المشبعة، هني اللي يقول لك حليب الحليب الحيواني وضاف هني ايه من هاي النقطة. هني ترى هم شو يوم ياخذون هالحليب المكثف الدهون فيه تكون عالية، اوكي. البروتين صح انه بيكون عالي بس انه هي مقارنة بالدهون المشبعة اللي فيه احنا ما ننصح به. فحين شو في وصفات وايد بتحصلونها في الانترنت عن طريقة الكرك الصحية، ونحن يعني في البيت الصراحة نسوي فيه نستخدم الحليب الطازج. في ناس ممكن ما يفضلون هالطريقة، لكن إذا ممكن أول من أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة ممكن تحس إن الطعم غير، بس صدقني عقب بيكون تقريبا نفس الشيء على حسب الطريقة اللي أنت تسويها. طبعا ممكن تضيف للهال ولا الزعفران وغيره. جميل، لأن اللي يعاني من حساسية اللاكتوز هذا يعني، وما يقدر يترك الحليب، هذا مشكلة، عايش مشكلة دكتورة. لا الحين في هالزمن مو مشكلة، وايد بتحصل أنواع من الحليب بدون اللاكتوز، يكون لاكتوز فري، هو حليبنا حيواني بس يكون لاكتوز فري. ايه تعرف بس انت محمود إن في وي دراسة، ايه في دراسة سووها والنتيجة كانت إن تقريبا 65% من سكان العالم عندهم اللي هو اللاكتوز انتولرنس، حساسية اللاكتوز، خمسة فهي وستين نسبة كبيرة. هي 65%، فهي نسبة كبيرة تعتبر. فمن شي هني بدأوا الشركات إنه يحاولون يطلعون بدائل ثانية، أول شيء بدأوا باللاكتوز فري وبعدين طلعوا بالحليب النباتي. طيب دكتور، كيف الواحد يعرف انه عنده حساسية من اللاكتوز؟ ترى هو حساسية اللاكتوز كيف الواحد يعرف انه فيه؟ انه من يشرب الحليب يبدأ يحس بطنه ينتفخ. باضطرابات في بطنه، ينتفخ، اضطرابات في الهضم، ممكن الإسهال أو الإمساك، كل واحد يختلف، الأعراض عنده تختلف يعني على حسب شدة الحساسية اللي فيه. صحيح صحيح. أيضا نحن نتكلم عن الحليب، وهذه تسحب على مشتقات الأجبان وغيرها، صح دكتورة؟ نحن ننصح تقريبا بحصتين إلى 3 حصص من منتجات الحليب أو منتجات الحليب في اليوم. ممكن مثلا نشرب كوب واحد في اليوم من الحليب، والحصتين الثانية ناخذها مثلا من الروب مثلا أو الأجبان. وطبعا في نقطة مهمة بخصوص الروب، الزبادي اللي هو ممكن نحن نستبدل الزبادي العادي باللي هو الجريك اليوناني، لأنه يحتوي على نسبة أعلى من البروتين مقارنة بالزبادي العادي. والأجبان نفس الشيء، فيها نسبة جيدة من البروتين ومن الدهون، لكن يفضل أن نستهلك الأجبان اللي تكون البيضة مش الصفرة. الصفرة لأنها يعني تكون تعتبر كاملة الدسم، فيها دهون أعلى من الأجبان البيضة. يعني دائما الواحد ياخذ الجبن كل ما يكون شوية هي ترى هي الدهون اللي موجودة تصفر في ال الجبن. هي اللي تصفر. يعني حتى لو بتشوف ترى لو بتقارن مثلا الحليب اللي يكون فيه نسبة عالية من الدهون بالحليب اللي فيه نسبة قليلة، مثلا حليب الأرز، بتشوف ان اللون يفرق شوية، بتحسه أخف يعني من الشكل، بتعرف ان هذا مش الحليب العادي. ممتاز، نحن شاكرين لك دكتورة حصة أحمد، أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي، معلومات جدا قيمة ورائعة، وإن شاء الله يعني استفادوا منها المستمعين. شكرا جزيلا. لحظة قبل لا أختم معك، يعني يقول ما هو نوع الحليب اللي تنصحي فيه لتلاميذ الروضة الأولى والثانية؟ هذا من فادي يسأل. طبعا حليب البقر اذا هم ما فيهم حساسيه منه، لانه يحتوي على فيتامينات طبيعيه ومعادن طبيعيه وما يكون مضاف له اي مواد كيميائيه، اذا كان كامل الدسم.
أما إذا كان الطفل مثلا يعاني من سمنة مفرطة أو أن وزنه يكون زايد، فيفضل أنه يأخذ مثلا القليل الدسم. طيب شاكرين لك يا دكتورة، شكرا جزيلا. إذا نطلع فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله ما نذهب للحديث عن موضوع آخر، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا 600551414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. اليوم يعني منروح لموضوع مهم جدا طبعا، لأن اليوم نحن نتكلم عن القوانين الاتحادية لرعاية كبار المواطنين أو كبار السن بشكل عام، لكن المسمى اللي تم إطلاقه عليهم في دولة الإمارات هو كبار المواطنين. فاعتماد مجلس الوزراء القانون الاتحادي لرعاية كبار المواطنين، واللي يضمن لهم حقوقهم الصحية والعلاجية والتأهيلية والخدماتية اللي توفرها لهم الدولة، هذا يقودنا يعني إلى انعكاس هذا الاهتمام، اهتمام الدولة بهذه الشريحة المجتمعية، خاصة يعني بعد إطلاق السياسة الوطنية لكبار المواطنين من فترة بسيطة، والاهتمام الكبير اللي يحظون به على المستويين الحكومي والمجتمعي. طيب أنا يعني بذهب للحديث عن الخدمات اللي تقدم لكبار كبار السن بين قوسين كبار المواطنين في مستشفى راشد. معي عبر الهاتف دكتورة زينب السيد. صباح الخير دكتورة. مبارك عليكم الشهر. علينا وعليك إن شاء الله. بما أننا نحن في 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 رمضان، خلينا بس نتطرق إلى بعض الأمور اللي تخص صحة كبير السن خلال رمضان. شو هي أهم الخطوات اللي يجب أن يقوم بها كبير السن خلال الصيام، ما بين الحين ما شاء الله نحن واصلين العشر الأواخر ورمضان مثل ما قلنا ضيف سريع خفيف، ولكن وصلنا على نهايته الآن، يعني نقول شو اللي تنصحينهم فيه خلال الصيام والفترة اللي ما بعد الصيام إن شاء الله؟ طبعا هي بداية بالنسبة للكبار السن أو كبار المواطنين، يستحسن وينصح إن قبل بداية الشهر أو بداية الصيام عموما يؤخذ بعين الاعتبار إن بنصيحة الطبيب، هل في إمكانية للمسن إن هو يقدر يصوم يصوم وما يصوم؟ يكمل اي يصوم او لا، لانه خصوصا في عدد ساعات الصيام في الصيف بتبقى طويله شويه. صح، وهم عنيدين بعد دكتوره، يعني اذا يعني في الصيام عنيدين جدا، يعني لا بيصوم لو بيأثر على صحته بيصوم. طبعا، لان احنا ما نقدرش نهمل الجانب ده، وفي نفس الوقت لازم ناخد رأي الطبيب بخصوص الصيام بالنسبة للمسن، خصوصا لو عنده أمراض مزمنة وفي أدوية معينة بياخدها بشكل مستمر. فالفكرة منها أن هو لو الأدوية ما فيهاش أي خطر أن هي مثلا تتوفق، بحيث أنها تبقى مرتين في اليوم تقدر تغطي الـ 24 ساعة بالشكل الطبيعي اللي هو فيها، بيقدر ياخد الأدوية برضو في الأيام اللي هو مش صايم فيها، ده يقدر ان هو يكمل بيها الصيام بتاعه. لذلك فيستحسن ان هو ناخد رأي الطبيب، بحيث ان هو ما يبقاش فيه زيادة جرعة معينة او يعدي عليه وقت من غير ما ياخد الدواء بتاعه، خصوصا امراض مرضى السكر اللي بياخدوا كمان الانسولين ما يضطرش ياخد الدواء بتاعه زي ما هو متعود، وفترة طويلة ما بياكلش يدخل في هبوط سكر أو هبوط حاد، فما نقدرش نسعفه بشكل سريع في الوقت اللي هو ممكن تحصل معاه القصة دي.
لو المسن يقدر ان هو يصوم وراح للطبيب ووفق معاه الادويه اللي بياخدها، مهم جدا ان احنا ناخد بعين الاعتبار ان هو يكون خلال الفتره اللي هو فاطر فيها يبقى مغطي كل الساعات بتاعته بوجبات بوجبات متكرره، ويحافظ على شرب السوائل بشكل كافي عشان يقدر يكمل بقية اليوم اللي هو ما فيهوش أو اللي هو صايم فيه، عشان ما يدخلش في جفاف ولا يدخل في اختلال في الأملاح والمعادن في جسمه. عدم العرضة بالنهار للجو الحار أو التعرق الشديد أو للشمس، ده مهم جدا برضه عشان خاطر ما يدخلش في جفاف ويفقد السوائل بتاعته. مهم جدا التوازن في الأكل، وجبة الإفطار التسريع بيها أول ما يبتدي بحاجة فيها سكريات بسيطة بحيث إن هي تقدر تعوض اللي فقده في خلال الساعات اللي كان فيها صايم. تأخير وجبة السحور ومهمة جدا وما لازم يكون مواظب عليها، لأن هي دي اللي هتساعده يقاوم بيها بقية اليوم. بعد الفطار ممكن المسن يقوم ببعض الرياضة الخفيفة زي المشي، لأن ده في حد ذاته بيقوي العضلات بتاعته، بيخليها تحافظ على النيوترينتس اللي هي المواد الغذائية اللي موجودة في جسمه. جميل. تكرار شرب السوائل بالذات اللي هي بتحافظ على كمية المية في الجسم والأملاح والمعادن زي الموز، نسبة البوتاسيوم فيه كويسة، عصير الطماطم. بالنسبة للأكل ياخد الألياف الكافية في خلال الفترة اللي هو فاطر فيها من الفطور إلى السحور. جميل. طيب دكتورة، يعني كلنا ما نكبر في يوم من الأيام، والتغيرات الفسيولوجية هذه أكيد راح تمر علينا كلنا، يعني إذا الله مد في عمرنا إن شاء الله، يعني جميع المستمعين بتمر علينا هاي التغيرات الانفعالية والعقلية اللي نشوفها عند كبار السن، فشيء ما نقدر نوقفه، ولكن نحن ممكن أن تكون عندنا بعض السلوكيات وبعض الأنماط الصحية إذا سويناها بتساهم في تأخير هذه الآثار، أو يمكن حتى ما تطلع علينا لحد عمر كبير يعني. فشو هي الأشياء اللي الواحد ممكن يسويها على أساس أنه ما يمر إذا إن صح التعبير في شيخوخة صحية؟ سؤال مهم وكبير. بالنسبة للشيخوخة الصحية، طول ما الإنسان محافظ على النظام الغذائي بتاعه بيبعد عن المضار اللي ممكن تيجي من النظام السيء في التغذية. يبعد كل البعد عن البريزرفاتيف اللي هي المواد الحافظة اللي بتبقى موجودة، كل ما كان الأكل طبيعي كل ما كان أحسن. الكمية الكافية من السوائل مهم جدا بجانب الغذاء، النظام الغذائي انه يكون عنده نظام رياضي، لان الرياضه في حد ذاتها بتحافظ على شغل الدوره الدمويه في خلال اليوم. الدوره الدمويه بالنسبه للخلايا كخلايا مخيه وخلايا لاعضاء الجسم الحيويه الاخرى. ف الرياضه والنظام الغذائي. الرياضة والنظام الغذائي. كانت تقول لنا دكتورة ايه تفضلي. زائد الصحة النفسية والنوم بشكل منتظم، والبعد عن السهر لغير أسباب قهرية من الواحد يوصل للمرحلة دي. وعادة يعني شوفي كبار السن ممكن ينامون دكتورة من وقت الساعة 9 ولا 10 ممكن يرقد، لكن الساعة 2 واعي الصبح. ما احنا لذلك احنا لازم ننظم هذا. هل هو بسبب اضطراب ولا هو لانه
يكون شبعان نوم، ولا في عبارة مؤشرات لمشكلة يعني صحية؟ هي طبعا احنا لما نلاقي ان هو بالليل بيبقى واعي بشكل لمده ساعات طويله، فيها قلق، فيها فرط حركه، او وبالنهار ما بيكونش نايم بشكل كافي، لازم ناخد راي الطبيب ونعرضه عليه. طبيب المختص بامراض كبار السن. لان في الوقت دوت احنا هنعمل له طبعا التحاليل اللازمه، الفحوصات النفسيه والعقليه، والفحوصات للجسم بشكل عام. لو لاحظنا ان هو بينام مده طويله بالنهار، طبعا ده مش هيديله فرصه ان هو ينام بالليل، فلازم احنا ننظم النوم بتاعه ونظبط الساعه البيولوجيه بتاعته. صحيح. لان بالنسبه لكبير السن بيحصل في اختلال في الساعه البيولوجيه، بدايه بان هو ما بيبقاش عنده الاكتيفيتي اللي كان متعود عليها في السابق، ما بيبقاش حد موجود معظم الوقت بالنهار في البيت، فبيميل الى النوم. ده اذا كان هو ما عندوش اي امراض شيخوخه تانية، زي مثلا بادئ يكون عنده الزهايمر او عنده قلق حاد او اكتئاب. فلذلك لازم لو لاحظتوا الاعراض دي، لو اي حد لاحظ الاعراض دي في الوالد او الوالده او اي حد كبير في البيت، لازم ان هو يتفحص ويروح لطبيب مختص في امراض كبار السن. طيب دكتورة، يعني على عجالة، أنا أعرف أن أمراض الشيخوخة كثيرة، ومنها يعني الأمور النفسية هذه روحها يبغي لها يعني قاعدة والواحد يتكلم، ولكن بشكل عام شو هي أبرز الأمراض النفسية اللي ممكن يعني تعطينا مؤشرات سريعة أن هنالك خلل عند كبير السن في هذا الوضع، لازم نحن ننتبه له ويجب علينا معالجته؟ من أهم الأمراض اللي بيدور حواليها السن طبعا هي الاكتئاب، القلق الحاد، والخرف أو الألزهايمر، اللي هي فقدان الذاكرة بشكل انزين، يعني الاكتئاب خلينا نتكلم عنه، بخص الاكتئاب، لان هنالك بعض الاعراض اللي تظهر على كبير السن، خلينا نذكرها للساده المستمعين، هذه اعراض وايد مهمه يجب ان ينتبهوا لها موضوعنا هذا، لان احيانا الواحد ما يعرف ان كبير السن عنده في البيت مكتئب، هو ما واغلبهم ما يتكلمون حتى، بس في مؤشرات يعني عليها. بالنسبة لمرض الاكتئاب، من المؤشرات هو طبعا الوالد أو الوالدة مش هيجي يقول لك أنا مكتئب أو حزين، إنها هي دي بالنسبة له دي كبيرة جدا إن هو يقول حاجة زي دي، لأن هو اتعود إن هو الماستر في البيت، هو صح، اللي سيد بيقوم البيت، بأعمال سيد صح، البيت. بس طبعا الأرق لساعات طويلة، فقدان الشهية، الانعزال والوحدة، دي من أهم المؤشرات إن المسن عنده اكتئاب. طبعا المؤشرات دي وارد تكون موجودة لفترة مؤقتة، مثلا بعد أي أحداث محزنة أو كده، بس لو تعد الفترة المسموح بيها يبقى لازم إن هو يتعرض على الطبيب ويبتدي العلاج الفوري ليه. جميل. من ضمن الأعراض برضو بعض الإيماءات أو الكلام اللي باين إن هو حزين. أنا ما أنا أنا متضايق. أنا مش أنا بقيت عبء عليكم، أنا دلوقتي ما حدش يكلمني، أنا مش حابب أتكلم مع حد، سيبوني لوحدي، أنا خلاص دي آخر العمر. أنا أو ممكن يكون فيها بعض الأفكار اللي هي بتبقى سوداوية، بيبقى فيها تمني الموت. ما دي بتبقى من أهم الأعراض اللي محتاجة فعلا تدخل سريع، لأنه هو واصل لمرحلة إن هو بيتمنى الموت. وبما إن إحنا في المجتمع بتاعنا ما فيهوش
كمجتمع عربي وإسلامي ما فيهوش يعني فكرة الانتحار الانتحار وهذه الأشياء، لأنها ما هي فطبعا لأنها حرام وكده، ف ما بيحاولش يقدم عليها لأن الوازع الديني يمنعه من ذلك، فبيبتدي ياخد الجانب العزلة، يفقد الشهية، شكوى كتير، الأمراض المزمنة اللي عنده تبان بشكل كبير، الإرادة بتاعته بتضعف. طيب، هذا حديث طويل دكتورة، نحن نبغي نخصص أيوه إن شاء الله يعني حلقات قادمة إن للحديث شاء عن الله، إن شاء الله، الأمراض اللي إن يصادفون شاء الله. كبار السن أه وكبار المواطنين. فنحن شاكرين لك، يعني وصلنا شكرا لختام جزيلا، حلقتنا. دكتورة زينب السيد، أخصائي طب المسنين في مستشفى راشد، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا، شكرا شكرا لك. ميرا المري كانت معانا في التنسيق، شكرا عيسى سبيل في الإخراج، كل الشكر للزميلة نور الزهل في الإعداد. هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي، ونلقاكم إن شاء الله في الغد. حتى ذلك الموعد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.